الآن مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم وساعة بث مباشر من برنامج خد بالك. يعني هنقول بعض الأرقام، والأرقام هتأكد مدى خطورة هذا الموقف. آخر إحصائية قامت بها لجنة الإسكان بمجلس النواب أكدت أنه عدد المباني المخالفة 2.8 مليون مبنى مخالف، وعدد الأدوار المخالفة 396,086 دور مخالف. معنى كده أنه تقريباً 20 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية. فقدنا بالنسبة للأراضي الزراعية 400,000 فدان في 40 سنة، وفي 10 سنين أخرانيين فقدنا 90,000 فدان. الفدان الواحد في الأرض الصحراوية علشان يتم استصلاحه بيكلف الدولة 200,000 جنيه. النهاردة هنتكلم عن إجراءات التصالح في مخالفات المباني وأهم التسهيلات اللي قدمتها الدولة لإتمام التصالح. اسمحونا بداية نرحب بسيادة المستشار سامح صفوة المحامي بالنقد والدستوري. برحب بحضرتك فندم. أهلا وسهلا سيادة المستشار. بداية يعني كان آخر موعد لتقديم التصالح 30/9، هل تمام. في تغيير ولا زي ما هو فن؟ مبدئيا طبعا انا بشكر حضرتك على البرنامج المحترم ده وما يتعلق بالمقدمه اللي سعادتك افرضتها دي، بس انا عايز استشف اولا عايزين نطمن الناس ونزف اليوم بشرة كويسه جدا فيما يتعلق بمد الموعد بالنسبه للتصالحات لمده 30 يوم ثانيه تنتهي في 30/10/2020. يعني ما بقاش 30/9، يعني اتمدت لمدة شهر تاني. كويس، ده قرار من لسه طلع من ساعتين ثلاثة الكلام دوت. وطبعا ده تقديرا من الدولة لحاجتين. أولا لما ظهر من إيجابية الشعب المصري فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المشكلة والتعاون مع الدولة في الوقوف جنبا إلى جنب معاها، دي حاجة. الحاجة الثانية تقديرا من الدولة أيضا أو, 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 أو إحساس بالواجب أو بما يتوجب فعله في الوضع الحالي من أن في مخالفات كتير ولظروف الناس طبعا، لأن المخالفات دي بتحتاج متطلبات مالية معينة. الناس ابتدت يعني تقول إحنا صعب علينا شوية أن إحنا نأدي هذه المبالغ في مصر، حتى لو هي مقدمات بتدفع وتتقسط بعد كده. فده برضه عشان تدي هذا الشهر المهله للدوله عشان خاطر تقدر الناس تتجاوب مع هذه التصالحات. يعني انما بوجهه عام طبعا قصه التصالحات دي، بس عايز اوضح فيها حاجه مهمه جدا، لا لم تقصد منها الدوله الضغط على المواطن اطلاقا، ولكن هي جزء من عمليه اصلاح شامله بتتم في مصر لكل حاجه. الدولة بتصلح كل شيء، الوزارة بتصلح كل شيء. أنا مش هنا عشان أدافع عن حد، بس أنا هنا عشان أقول كلمة الحق. خدت بال حضرتك؟ فالدولة النهاردة بتدافع عن كل ما هو خاطئ وبتدفعه دفعا إلى جانبا عشان تتعمل دولة عظيمة مصر تستاهلها. يعني دي نقطة بس يعني عايز أقولها. اللي بيحصل ده لما بيتعمل وبيتعمل عشان خاطئ تصحح أوضاع عفى عليها الزمن وما بقتش تنفع مع الدولة الحديثة اللي بتتعمل النهاردة، ما بقتش تنفع مع الدولة الرقمية اللي بكل حاجة بتبقى ديجيتال بدل ما كانت زمان كده وخلاص أي حاجة، كل حاجة بتتنظم. فما ينفعش أبقى أنا عايش في دولة منظمة وعندي كمية العشوائيات ديت. كان لازم يحصل دوت، وفي نفس الوقت برضو عندنا البدايل، يعني عندنا البدايل وعندنا الإضافات وعندنا الشقق جديدة والمدن الجديدة اللي بتتعمل، فكله ماشي في هارموني أو في تناسق واحد.
هو ده اللي بيحصل دلوقتي. طيب سيادة المستشار، يعني حضرتك قلت تم مد فترة التصالح شهر كمان لغاية 30 أكتوبر. أيوة. طيب إيه التسهيلات اللي تقدمت للمتقدمين للتصالح؟ يعني التسهيلات سواء بالنسبة للمبالغ أو بالنسبة للأحياء والقرى، إيه الموقف؟ وطبعا يعني في تمييز ما بين، أو مش تمييز يعني، في تفرقة، ودي تفرقة دي أساسها الجانب الاجتماعي. القرى غير المدن، والمدن مش زي بعضها، والمحافظات مش زي بعضها، العاصمة غير المدن التانية، غير العواصم، غير المحافظات التانية. فكل محافظ من السادة المحافظين حط يعني أو وضع تسعيرة معينة لهذه التصالحات. ثم بدأت المحافظات في التباري في التخفيضات. صحيح. كويس. لدائرة أن وصلت الحد إلى 50% تخفيض، بدل ما مثلا كانت بتبقى 500 بتبقى 250، بدل ما بتبقى 250 تبقى 125 لكل متر. ده برضه جزء من تقدير. والمحافظ ده ما بيشتغلش بس عشان نبقى واضحين، برضه المحافظ ده ما بيشتغلش بدماغه، لا، المحافظ ده بيرأسه وزير تنميه محليه، ووزير التنميه المحليه بيرأسه استراتيجيه معينه. يعني ده برضه توجه دوله، مش حاجه قاصره على كل محافظه. هو التصرف الفعلي الاكشن بيتم من المحافظ، ولكن ده في إدارة عام وفي سياسه عامه بتنتهجها الدوله لخدمه المواطن. طب وسعر المتر في القرى يا فندم؟ سعر المتر في طول القرى بقى 50 جنيه المتر. 50 جنيه سعر. ده متسبق يعني، ده موحد في جميع القرى على مستوى مصر. تمام. طب ناخد اول تليفون ونكمل موضوعنا. الاستاذ ريمون، مساء الخير يا فندم. الو. اتفضل يا استاذ ريمون. الو. اتفضل، سؤال حضرتك. ايوه استاذ ناشد، بنحيي حضرتك كده على البرنامج حضرتك الكويس، ويعني المستشار سامع. نسأله حضرتك سؤال. اتفضل. صغير كده، عاوز اعرف دلوقتي انا بشتري شقه تمليك، وسمعت دلوقتي ان بيقول كل اللي بيشتري شقه تمليك لازم يسجل شهر عقاري. فاعمل ايه بقى كده وهو اصلا التسجيل كله ساحه توقيع؟ يعني حضرتك اشتريت وعملت ساحه توقيع؟ لا لسه بشتري. لسه هتشتري؟ بشتري لسه. طب الارض متسجله، العقار اللي هتشتري منه؟ هو اللي بشتري منه عامل ساحه توقيع. عامل ساحه توقيع. يعني ده مش من المالك، يعني واحد اشترى من المالك. المالك بنى العماره وواحد اشترى منه، وبعد كده انا بشتري من اللي اشترى من صاحب العماره، يعني عماره قديمه يعني. من طب العقار نفسه يا فندم متسجل؟ لا، هو طالع له رخصه. تمام. مالناش دعوه بالرخصه، التسجيل. سياده المستشار بيسال حضرتك برضو متسجل ولا لا؟ كله بيسجل ساحه توقيع. طيب يعني مصر. اللي شاري من صاحب العماره ساحه توقيع، وصاحب العماره برضه باني بساحه توقيع. حاضر يا فندم. في اي استفسار تاني يا فندم؟ شكرا. انا بشكر حضرتك. اتفضل سياده المستشار. طبعا ده موضوع دلوقتي على الساحه ولا يقل اهميه عن موضوع التصالحات. ليه؟ لان دلوقتي شهر عقاري الدنيا بتمشي ازاي في التسجيلات عامه. احنا واحد بيروح يشتري شقه، كويس، شخص ما بيشتري شقه زي الاستاذ ريمون، مفروض ان هو الصح في القانون، الصح في القانون ان الملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل. احنا بنستسهل شويه. فعندنا عقد بيع ابتدائي من شخص يعني مثلا بيبيع لواحد تاني بعد بيع ابتدائي، لواحد تاني بعد بيع ابتدائي. واقصى حاجه صحه التوقيع. تمام. احنا قبل كده قلنا يعني كتير قوي، وضحنا للساده المشاهدين، قلنا هناك ثلاثه طرق للتعامل مع البيع والشراء. اقلهم في الدرجه وفي الضمانه صحة التوقيع. ليه؟ لأنها لا تتعرض لعقد البيع ولكن لموضوعه، ولكن تتعرض للتوقيع فقط. يليهم في الأهمية دعوة صحة ونفاذ. برضو الأحسن حاجة طبعا في الدنيا التسجيل الشهر العقاري اللي هو الإضائي ده. طيب برضو ده هنرجع للنقطة بتاعت الموضوع اللي قبليه كده من خمس دقايق بنتكلم فيه. أرادت الدولة في هذا الشأن أن تضع حدا لعدم الانتظام في البيع والشراء. صحيح. لما النهارده برضه زي ما اصل حضرتك، هي العشوائيه موجوده في المباني وموجوده في الورق بتاع الشقق. ان انا مش هعرف اسجل شقه لو كانت هي عشوائيه، فانا عايز اظبط المبنى وعايز اظبط الورقه اللي في ايد صاحبها انها تبقى ورقه صح. يبقى النهارده عندي حاجتين، عندي مبنى مقام هظبطه اللي اتكلمنا فيه من خمس دقائق، وعندي ورقه سليمه من حقه ان هو يبيع ويشتري بيها زي ما هو عاوز. فتدخلت في هذا الشأن بالشهر العقاري في تنظيم، في كونسبت، في فكر جديد. انا بقول لحضرتك انا حاسه، انا كراجل القانون حاسه، ما كانش موجود قبل كده، وكنا بنتكلم فيه ما حدش كان بيسال فينا. صحيح. الحته دي ان النهارده الجديد في الموضوع ايه؟
الجديد في الموضوع ان الدوله بتتدخل في هذه الشان، تقول لا اللي عايز يشتري يسجل شقة. طبعا انا اعلم جيدا من خلال العمل في المحاكم ان 80% من التسجيلات اللي موجوده في المحاكم كلها ده مش تسجيل، صحته كده مش تسجيل، ملوش علاقه بالتسجيل خالص. يعني صحه التوقيع ايه دوره؟ دوره ده ان هو واحد مضى واحد ورقه، تمشي في عقد بيع، تمشي في عقد ايجار، تمشي في اي ورقه، لكن لا ليست لها علاقه بالتسجيل، لا تنقل الملكيه اطلاقا ولا ليها علاقه بالكلام ده خالص. تمام. فعشان ننظم المساله كويس، في مرحلتين اعلى منها في الدرجه وينفع يتقال عليهم تسجيل، اللي هو الصحه والنفاذ، ويسجل حكم الصحه والنفاذ بشهر اخر. سياده المستشار، نفترض الارض مش متسجله، ايه الموقف هنا؟ ما ينفعش اي حاجه. طب يعني وقفنا في قدام حائط. ده القانون مش انا. يعني انا النهارده عشان حضرتك دلوقتي عايز اشتري، انا عندي، انا هقول لك، هكلم حضرتك على الوضع السائد. الوضع السائد عقود بيع ابتدائي وصحه توقيع زي ما هو كان بيتكلم، هو اتكلم صح. تمام. اللي معاه صحه توقيع لازم يعمل دعوه صحه ونفاذ. ليه يعمل دعوه صحه ونفاذ؟ ليه؟ عشان صحه ونفاذ دي بتتعرض لموضوع العقد. مش العقد، مش التوقيع اللي عليه، موضوع نفسه. يعني موضوع المحكمه بتحكم، حكمت المحكمه بصحه ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ كذا والمحرر فيما بين فلان وفلان فيما تضمنه من بيع الشقه رقم كذا لصالح فلان. كده انا عملت العقد كوم، خلاص بقى في المحكمه اعتمدت هذه الواقعه، اعتمدتها قانونا، الواقعه دي صح. يعني انا لو معايا صحه توقيع يفضل اني اعمل دعوه صحه ونفاذ عقد طبعا كخطوه اولى علشان يعتد بيه في نقل الملكيه. ايه بقى التسهيل اللي الدوله عملته في القانون الجديد؟ نعم. مش هصعب ان اقعد ناس وخلاص. انا عملت حاجه جديده بقى. لا، انت بقى لو خدت صحه ونفاذ كمشتري، كان من الاول المفروض في الاول ايه؟ المفروض في الاول اخد صحه ونفاذ واروح اعمل اجراءات تسجيل الحكم ده في الشهر العقاري من اول وجديد تاني. تمام. لا، الموضوع ما بقاش كده. الموضوع دلوقتي اختلف. باخد انا حكم صحه ونفاذ واخطر الشهر العقاري بالحكم واعلنه بيه واخطره بشكل رسمي، وفي الحاله دي وجوبا بيروح مديني رقم شهر من غير بقى ما استنى تسجيل العقد في الـ في الـ في الـ في الـ طب اخدت الرقم، ايه الفايده الرقم ده؟ خلاص هذا الرقم اصبح بالنسبه لي فاليد، عايز بقى اعمل بيه، بتعامل بيه كمالك. يعني هتعامل عند النقطه دي انا بقيت مالك خلاص. طب لازم اسجل؟ لا يا فندم، في الحاله ديت ممكن حضرتك اجراءات التسجيل تاخد وقت او ما تاخدش وقت، مش دي القصه. لكن انت في الاول قبل ما القانون ده يتعدل ما كانش ينفع ابقى انا صحه ونفاذ من غير ما يكون صح، اسمه حكم ولكن كان لازم يعتمد ويسجل الحكم، بيتسجل الحكم نفسه بيتسجل. وبتعيد اجراءات حضرتك الصحه والنفاذ دي عشان تتعمل ليها اجراءات زي اجراءات التسجيل. فانا بمشيها مره اجراءات التسجيل، بمشيها مره في الصحه والنفاذ، واعيدها تاني من اول وجديد في تسجيل الحكم. ده في القانون القديم. دلوقتي لا، بخطر الشهر العقاري، الشهر العقاري بيديني رقم شهر، هذا الرقم فاليد في كل حته. ده الفرق. فاذا هناك توثيق، هنا في تسهيل من جانب وفي نفس الوقت في توثيق لواقعة البيع. طب يمكن في سؤال برضو بيفرض نفسه يا فندم بالنسبة للموضوع ده قبل ما نسيبه. أنا دلوقتي شخص اشترى من المالك وباع لواحد تاني. فالأخير كله بعقد صحة توقيع. أنا دلوقتي الآخر واحد ده، أرجع من أول لحد ما أوصل للمسجل. يعني هوضحها لحضرتك. سين باع لصاد، بعد بيع ابتدائي، صاد باع لعين، عين باع للام، الوحيد اللي معاه مسجل سين. لازم اما اجي ارفع صحه ونفاذ بتاعتي انا اللام الاخراني ده، ارفع صحه ونفاذ عقدي من انا لعين وعقد عين لصاد ومن عين صاد لسين. ده كلهم في دعوه واحده ولا قضية واحده؟ جدول. لا، جدول واحد، جدولين او ثلاثه. يعني ما فيش تكلفه على لا في تكلفه عشان ابقى واضح. لا، هي مش رخيصه. هي القضيه مش رخيصه، القضيه بتتكلف شويه. ولكن مقابل انها بتتكلف يا باشا بيه، حضرتك في الاخر معاك مستند رسمي موثق ومسجل ان حضرتك معاك ورق رسمي، معاك حاجه. خصوصا يا فندم انه فعلا يعني برضو من ضمن القرارات او الاخيره انه هيبقى لكل عقار ولكل شقه رقم قومي على نهايه 2021. مش هقدر انا اوصل للنتيجه دي. انا مش هقدر اوصل الا لما يحصل اللي انا بقوله ده. طب انا هجيب انا 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 هعرف منين ان في شقه او ان البيت ده 50 شريط؟ لا، هو لازم هي قصه في كلمه واحده، داتا. صحيح. لازم يكون عندي داتا في الدوله عشان اتعامل عليها. لكن تايه في صرف، تايه في ميه، تايه في شبكه كهرباء، تايه في كل حاجه، تايه في كام عماره. التنظيم كويس. الاستاذ ناصر، مساء الخير. التنور يا فندم. معلش اتاخرنا على حضرتك، اتفضل. لا لا عادي ولا يهمك يا استاذ.
اتفضل سؤال حضرتك. سؤالي للاستاذ، احنا البيت بتاعنا شركة انا واخواتي فيه. دلوقتي انا ما هقدم تصالح باسم انا بس. فالنقطة اللي حضرتك لسه قايل عليها ان كل شقة هيطلع لها بطاقة، يعني رقم قومي زي البطاقة كده. طيب دلوقتي انا البيت كله هيعمل التصالح باسم انا. طب لما يجي نعمل الارقام القومي دي مش كده كده هتبقى في عقبة؟ الرقم القومي ده خطوة لسه يا فندم، احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك بالنسبة للتصالح. حضرتك ومعاك اخواتك شركة في العمارة. تمام. انت قدمت وهم ما قدموش ولا ايه الموقف؟ لا انا قدمت بالبيت كله باسمنا. باسم البيت يعني كله؟ طب ايه المشكلة يا فندم؟ طب ما دلوقتي انت حضرتك بتقول واللي احنا سامعينه ان كل شقة هيعمل لها رقم قومي يعني زي بطاقة كده. طيب يبقى احنا دلوقتي البيت كله معمول التصالح باسمنا، يبقى اخواتي دول كل الشعب بتاعتهم اللي في البيت هتتعامل باسمين ولا كل واحد باسمي بعدين كل واحد باسمه؟ سيادة المستشار في اي استفسار؟ طيب شكرا يا استاذ ناصر. شكرا. معرفش هو يعني السؤال يمكن مش واضح شويه، بس انا عايز بس يعني اوصل المعلومه اوضح. يمكن حضرتك تفضلت بالمعلومه بتاعت موضوع رقم قومي، دي لسه ما ابتداش، ده لسه خطوات، ده موضوع لسه جاي. بس احنا يعني عايزين بس نعقب على الجزئيه اللي هو قال ان هو قدم طلب تصالح بمفرده باسمه. الدوله بتسمح بالكلام دوت، ما فيش مشكله خالص. الـ 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 الاحياء مسموح فيها بتقدم طلب حتى لو من احد الملاك، يعني لو واحد من الشركة تقدم ده يحل محل الباقين؟ لا مش يحل محل، كل واحد يتكلم عن نفسه. يعني انا العمارة 20 شقة كويس، لو شقة كلمت عن نفسها ماشي، شقتين يتكلموا ماشي، كل واحد يتكلم عن نفسه. لا هو اتكلم عن اخواته كلهم، هل ده متاح؟ ما ينفعش. ما ينفعش؟ ما ينفعش، لازم هو يتكلم عن نفسه واخواته يتكلموا عن نفسهم، الا لو معاه بقى توكيل او صفه رسميه يروح يخاطب بيها الناس دي. لكن انا اروح اتكلم عن العماره كلها؟ يعني ما ينفعش ان الواحد يتقدم بالتصالح عن العماره كلها؟ افرض حضرتك بما انهم شركاء، يعني افرض ان العماره دي 10 ادوار وفي 9 ادوار قدموا تصالحات والعاشر ما قدمش، هشيله كدوله هشيله. ما انت ما حدش قدم تصالح، ما انا قلت لك ما تيجي تقدم عايز تعمل مش عايز هشيله. لكن لو في توكيل او تفويض مش واحد بقى قدم عن العماره بهديح برضه حتى لا تؤخذ ثانيه واحده حتى لا تؤخذ سبب لاحد الاشخاص سيئ النيه ان هو يستغلها. ما هو لو العماره فيها 100 ساكن وانا قدمت عن واحد يبقى العماره مش هتتهد عشان في واحد؟ لا هتبقى لا. لا تعالى انت مهديت، وبعدين برضه ما في برضه رجوع بعد كده على المالك وهيتحبس. هي المسؤوليه الجنائيه عن المالك طبعا. الحكايه دي قتلت بحثا، ومن غير ما تقتل بحثا احنا عندنا مسلمات في القانون الجنائي، يعني في دي عندنا مبدا درسناه في سنه اولى في كليه حقوق كده، مبدا شخصيه الجريمه والعقوبه في ماده اسمها ماده الاكرام والعقاب. شخصيه الجريمه، ما ينفعش انا اخبط واحد بعربيه الثاني يتحاكم، اللي قاعد جنبي يتحبس، ما ينفعش انا اخبطه انا اللي اتحبس، انا كده ده عقوبه. ان في بعض الملاك يعني بتنفض يدها من هذا الامر وبتقول لاصحاب الوحدات السكنيه انتم مسؤولين. جاي 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 وهيروح نابعه عسكريه وهيتبهدل وفي الاخر وفي الاخر يعني هو صحتك. هو الغرض من ده ايه برضه؟ هو الغرض من ده ضبط المساله. صحيح. خدت بالك ازاي؟ فهي بس لو العماره النهارده 100 شقه كويس، وانا هقدم عن نفسي، مش هقدم عن مش هيعفى 99 الفاضلين لمجرد تقديم. في حاجه ثانيه، لو اتحاد ملاك، افرض ان هم عاملين اتحاد ملاك مع بعض. كويس؟ وعندهم مثلا بعض الشقق المخالفه بعض الشقق السليمه، من حق اتحاد الملاك انه يقدم. ودي بتفيد الناس في ايه؟ ونوضحها، بتفيد الناس في ايه؟ ان رسوم التقديم الفايل اللي بيتفتح في الحي ده له تكلفه. فبدل ما كل واحد من السكان يفتح فايل ويتكلف لوحده تكلفه خاصه بيه، يبقى ملف فايل واحد يلم العماره كلها. احنا عايزين نريح الناس ونوضح لهم اللي يريحوا. معنا تليفون تاني يا الاستاذ مجدي. مساء الخير. مساء الخير. اتفضل يا فندم. سؤال حضرتك، انا حاولت اكلم اي مسؤول، طبعا ما فيش، عرفتش اتصل باي مسؤول. دلوقتي انا واخد شقه في عقار مخالف. تمام. حاولنا احنا كاصحاب شقق ان احنا نتفق، ما حدش اتفق. فقال لك رئيس الوزراء ان ممكن انت تتصالح لوحدك. تمام. قلت اتصالح لوحدي، رحت في محافظه اسكندريه
لقيت كراسة الشروط ب 2500 جنيه ومصاريف الإدارية 500 جنيه يعني 3000 جنيه. طيب أنا طيب حتى أنت يا فندم أصحاب العمارة كلهم مش متفقين مع بعض؟ محدش متفق خالص، اللي يقول المالك هو المسؤول واللي يقول أنا مش عارف إيه. وبعدين يا أستاذ مجدي وبعدين؟ طب بعدين اتفضل. يعني أنا كده مبدئيا هدفع لوحدي كراسة شروط ب 2500. طب دول مفهومين فيه وبعد كده؟ نعم. وبعد كده إيه اللي حصل يعني حضرتك؟ ما انا هقول لحضرتك، يبقى كده انا هتكلف لوحدي غير مصاريف التصالح ادي 3000 جنيه. وبعد كده اكمل الاوراق. طب اكمل الاوراق ازاي؟ قال لك محتاج رسم هندسي. مظبوط. طب الرسم الهندسي ده يتكلف 5000 جنيه. كويس. يعني معنى كده انه رئيس الوزراء قال اللي عايز يتصالح لوحده يتصالح لوحده. انا هتحمل التصالح واجي على نفسي واشيل ثمن التصالح. لكن انا ادفع 3000 جنيه. ما هي دي يا استاذ مجدي، ما هي دي تكلفة العقار كله يا فندم. ما حضرتك قلت اللي مش عايز يتصالح انت روح لوحدك تصالح. طب هتصالح ازاي اذا كان في تكلفة العقار كله؟ وصلت المعلومة. وصلت. ان هم يدفعوا مش عايزين يدفعوا. شكرا استاذ مجدي، شكرا. ايه الموقف؟ ما هي دي مشكلة برضو يا فندم. لا لا ولا مشكلة ولا حاجة، هو بيشتغل على شقة مش بيشتغل على اوضة يعني. وانا عايز اقول حاجة، مصلحته كويس. ايوه دي حاجه. ان هو يخلص القصه دي تمام، حتى لو هيدفع ازيد شويه معلش ويجي على نفسه ويدبر فلوسه بشكل او باخر ان هو يدفع، دي مصلحته هو الشخصيه حاجه. الحاجه الثانيه الناس دي، ودي اهم حاجه لازم يعرفها، مش هتستفيد من ورقه. هو اللي هيستفيد من التصالح. يعني هو لو هو فاكر ان هو التصالح بتاعه هو هيدفع لنفسه وهم يستفيدوا، ده مش هيحصل. هو التصالح يا فندم، التصالح عن شقته، لو واحد تاني في الشقه اللي جنبه، طالما ان كل واحد تقدم لوحده هيدفع تاني، واحد تالت هيدفع تالت، هو مش بيعمل تصالح عن العماره. عشان كده حضرتك قلت ايه؟ لو الكل يتجمع التكلفه هتبقى اقل. هو مش هيدفع لغيره، لو هو متضايق انه يدفع لغيره هو يدفع لنفسه بس. تمام؟ دي حاجه. الحاجه التانيه الاجراءات اللي هو هيعملها ديت هتفيده بعد كده في حاله هو، في حاله الشخصيه، يعني ملوش دعوه بحد. هو يعني هو حتى لو ايفن لو هي كتير عليه هو كان لوحده انا مقدر، بس كده احسن له من لما يخش في متاهه الازالات والكلام دوت. صحيح. فيعني ماشي سياده المستشار، اذا لن نخرج الفاصل، بعد الفاصل نكمل موضوعنا عن الاجراءات الخاصه بالتصالح في المخالفات المدنيه. اعزائي المشاهدين، فاصل ونتواصل مع حضراتكم.